السلام عليكم. في الدرس ده هنتكلم عن حاجة اسمها روم. روم تقدر تقول ان هي جروب بتجمع في مجموعة من السوكتس، وتقدر تعمل اميت الايفنت للجروب ده بس او للناس اللي موجودة جوه الجروب ده بس. الروم مفيد في حاجات كتير. انا مثلا عايز اعمل شات، مثلا جروب شات، فانا عندي مجموعة من اليوزرز موجودين في مكان معين او في شات معين، فانا عايز اجمع اليوزرز دي في مكان واعرف ان في ايفنت حصل لليوزرز دي بس، لان لما يجي رساله جديده اعرف الناس اللي موجوده جوه الجروب ده بس. فهي دي فائده الروم. الروم بتجمع مجموعه من اليوزرز، ممكن تعمل ايميت الايفنت على الناس اللي موجوده جوه الجروب ده بس او جوه الروم ده بس. انا عامل هنا زرارين، زرار اسمه سند وزرار اسمه جوين. جوين المفروض ان بشغل ايفنت اسمه جوين روم، وسند بشغل ايفنت اللي هي سند مسج. وعامل هنا في الاب جي اس لسن على الاثنين ايفنتس دول اللي هي سند مسج وجوين روم. المفروض في الجوين روم انا هاخد السوكت واعمل له جوين للروم بتاعتي، او ان انا هدخل السوكت بتاعي جوه روم معينه. وسند مسج لما اضغط عليه هبعت رساله لكل الناس اللي موجوده في الروم ده. نيجي نشوف اول حاجه ازاي ادخل السوكت جوه روم معينه. عشان ادخل السوكت جوه روم بستخدم ميثود اسمها جوين موجوده جوه السوكت، فهقول له سوكت دوت جوين. في عندي جوين وفي عندي ليف. ليف انا بقول له يعني ليف الروم بتاعتك، او انا بقول له يليف روم معينه، بيقول لك هنا ليف روم. لكن انا عايز دلوقتي اقول له جوين للروم بتاعتي، انا عايز اعمل له جوين لروم معينه او ادخله جوه روم، وبدي له هنا اسم الروم بتاعتي. انا هسميها مثلا ماي روم او اي اسم. فكده السوكت بتاعي انا بقول له جوين للروم دي، عشان بعد كده لما اعمل ايفنتس للروم دي او لما اعمل ايميت الايفنت خاص بالروم دي، كل السوكتس اللي موجوده عندي او اللي موجوده جوه الروم تعرف بالروم ده او بالايفنت ده. هاجي هنا اعمل سيف. قبل ما اعمل سيف عايزين بقى نبعت سند مسج، نبعت رساله. عشان ابعت رساله لروم معينه بستخدم ميثود موجوده جوه الاي او اسمها تو. هقول له اي او دوت تو، وبديله اسم الروم بتاعتي انا مسميها هنا ماي روم، فهقول له ماي روم، وبقول له دوت امت. يعني كده بقول له يا اي او روح للماي روم واعمل لي امت لايفنت معين. طيب الايفنت ده هسميه ايه؟ هنشوف هنا. انا بعمل في الكلاينت عندي بعمل ليسن لايفنت اسمه سيرفر ايفنت، هغير اسمه اخليه مثلا مسج او نيو مسج مثلا، واجي هنا اقول له مسج ريسيفد، وهنا اقول له اعمل لي ايميت الايفنت اسمه نيو مسج. طبعا اي اسم ايفنت عادي جدا. هاجي هنا هعمل سيف وتعالوا نجرب. اعمل ريلود عشان اكواد الجافا سكريبت تتعدل عندي. هقول له هنا جوين. طب ما حصلش اي حاجه، هو المفروض ان هو ينفذ لي الايفنت ده وان السوكت بتاعي اتعمل جوين للروم بتاعتي. طيب لو انا جيت عملت سند المفروض يبعت لي الرساله لكل الناس اللي موجوده في الروم دي. لو عملت سند هيقول لي هنا مسج ريسيفد، لكن هنا مفيش مسج ريسيفد لان السوكت ده مش موجود جوه الروم بتاعتي، الكلاينت ده مش موجود جوه الروم. انا عملت ايميت الايفنت لكل الناس اللي موجوده جوه الروم، انا ما عنديش دلوقتي الا الكلاينت ده. لو جيت اعمل سند تاني برضه هتيجي للكلاينت ده بس. طيب لو انا جيت هنا وقلت له جوين كده، الكلاينت ده بقى موجود جوه الروم والكلاينت ده برضو موجود جوه الروم. لو انا قلت له سند قال لي هنا مسج ريسيفد، وهنا طبع لي مسج ريسيفد تانية. هو طبعا الكونسول بيزود او بيعد زياده، يعني ما بيطبعش الرساله نفسها. هو طبعا هنا كان اثنين بقت ثلاثه، يعني لو جينا شلنا كده وقلت له سند هنا بقت اثنين، وهنا ظهر لي المسج ريسيفد. طبعا لو انا فتحت كلاينت تاني من غير ما اعمل جوين، لو انا قلت سند هنا بقت 3 اتبعتت للي هنا واتبعتت للي هنا، لكن ما اتبعتتش اللي هنا، بتبعت بس للناس اللي موجوده جوه الروم بتاعتي. طبعا لو الكلاينت ده عمل جوين للروم وجيت قلت سند هتبعت له هو كمان وكل حاجه تمام وزي الفل. يبقى انا كده عرفت ازاي اضيف سوكت لروم معينه او اضيف كلاينت جوه روم معينه، وازاي اعمل ايميت الايفنت للروم دي، او ان انا اعرف الناس اللي موجوده جوه الروم دي ان في ايفنت معين حصل. طيب جميل. انا كنت بقول له اي او دوت تو، يعني انا بعرف كل الناس اللي موجوده في الروم. طيب لو انا عايز اعرف كل الناس اللي موجوده في الروم ما عدا اليوزر الحالي، هقول له سوكت دوت برودكاست دوت تو. برضو احنا قلنا سوكت دوت برودكاست، يعني انا بستثني السوكت ده.
لو انا جيت عملت سيف، طبعا هنا قال لي كونكتد كونكتد كونكتد. لو انا قلت له سند ما ظهرليش هنا مسج ريسيفد، لكن هتظهر هنا. طبعا ما ظهرتش برضو ان ما عملتش جوين. تمام، هعمل هنا ده جوين وده جوين وده جوين، اجي اعمل سند ما ظهرتش هنا لكن ظهرت هنا وظهرت هنا. يبقى انا عرفت كل الناس اللي موجوده في الروم ما عدا اليوزر الحالي او السوكت معين او الكلاينت ده. يبقى اي او بتعرف كل الناس الموجوده في الروم، لكن سوكت دوت برودكاست بتعرف كل الناس الموجوده في الروم ما عدا السوكت الحالي، طبعا بعمل له استثناء. ودي كده الرومز. يبقى ازاي اعمل جوين الروم او ادخل سوكت جوه روم معينه، وازاي اعمل امت الايفنتس للروم دي. طبعا عندي فانكشن اسمها ليف، دي بتعمل ليف روم، وفي عندي ليف اول بيقول لك ليف اول ذات رومز ذات وي هاف جوينت، او ليف اول ذا رومز ذات وي هاف جوينت، بتشيل اليوزر من كل الرومز اللي هو موجود فيها. طيب في بقى ملحوظتين عايز اقولهم بخصوص سوكت اي او، ودول اخر حاجه معانا في دروس السوكت اي او. اول ملحوظه هنا الميثود بتاعت emit او الفانكشن اللي هي emit، انا كنت بديله اول باراميتر اللي هو اسم الايفنت، وتاني باراميتر الداتا اللي انا عايز امرها للايفنت. لكن انا ممكن اديله اكتر من باراميتر، يعني مش شرط اتنين بس، ممكن يبقوا تلاتة اربعة خمسة ستة، اي عدد من البارامترز اللي انا عايزها. طيب هو هيتعامل معاها ازاي؟ اول باراميتر عندي هو اسم الايفنت، لكن البارامترز اللي جايه بعد كده هتبقى هي البارامترز اللي بتتمرر للكول باك فانكشن. يعني ايه؟ يعني لو انا جيت هنا مثلا قلت له في السند مسج اديته بارامتر، اول واحده مثلا قلت له هلو اول بارامتر، وتاني بارامتر قلت له وورلد. فكده اول بارامتر هو اسم المسج بتاعي او اسم الايفنت بتاعي، لكن البارامترز اللي جايه بعد كده هي داتا انا همررها مع الايفنت. انا هنا بمرر حاجتين هلو وورلد، كل واحده بارامتر لوحدها. فهنا الكول باك فانكشن بتاعتي، احنا هنا فين في السند مسج، هتاخد مني اتنين بارامتر بي واحد وبي اتنين. ولو انا جيت هنا قلت له كونسول دوت لوج بي واحد وبي اتنين، وجيت اتبعهم في الكونسول، هيطبع لي البارامترز اللي انا مررها هنا اللي هي هلو وورلد. يعني انا ممكن امرر اكتر من بارامتر. يعني لو جينا نجرب اعمل ريلود، لو انا قلت له سند عرض لي هنا هلو وورلد، خلاص انا قلت لك مررت حاجتين هلو وورلد، كده انا مرر اكتر من بارامتر للكول باك فانكشن بتاعتي. طبعا الموضوع ده مفيد في بعض الحالات، هنشوفها واحنا شغالين بعد كده في بروجكت. طبعا الدروس الجايه هنعمل بروجكت بالسوكت اي او وهنشوف الكلام ده كويس. دي كده اول ملحوظه. تاني ملحوظه عايز اقولها بخصوص الرومز، السوكت اي او بتعمل جوين في حاجه اسمها ديفولت روم. لما بيحصل كونكشن جديد السوكت سوكت اي او بتاخد الكلاينت بتاعي وبتعمل له جوين لديفولت روم. الديفولت روم دي بتبقى الاي دي بتاع السوكت. ايه الاي دي بتاع السوكت ده؟ السوكت اي او لما بيجي لها كونكشن جديد بتدي له اي دي، بتدي للكونكشن ده اي دي معين، ممكن اوصل له عن طريق السوكت دوت اي دي، ولكن هنا زي يونيك اي دي فور ذيس سوكت، ده الاي دي الخاص بالسوكت ده. والسوكت ده بيبقى الديفولت روم بتاع السوكت ده، يعني الكلاينت الجديد بينضاف لروم جديده هي السوكت دوت اي دي او الاي دي بتاع السوكت ده. دي كده تاني ملحوظه. تالت ملحوظه الاسم الايفنت اللي هنا ممكن يبقى اي حاجه، او ممكن يبقى فيه مسافات، فيه اي علامات، اي حاجه انا عايزها. يعني دي حاجه بس حبيت انا بقى عليها، اصل انا لحد دلوقتي انا شغال بالكامل كيس، وانا شخصيا بفضل ان انا اكتب بالكامل كيس. لكن انت ممكن تكتب اي حاجه، وفي النهايه ده عباره عن سترنج، ممكن يبقى اي حاجه في الدنيا، او يبقى السترنج فيه اي حاجه، مفيش نمط معين بس تتبعه في اسامي الايفنتس بتاعتك، ممكن يبقى اي اسم. طيب بس انا بحب يعني اتبع اللي هي الكامل كيس، ان الجافا سكريبت عارفين كلنا شغالين بالكامل كيس في الجافا سكريبت، فما جاتش على الايفنتس. يعني ده كده كل اللي احنا كنا عايزين نقوله عن السوكت اي او وازاي تتعامل معاه. طبعا دي مقدمه كويسه جدا عن السوكت اي او، ممكن بعد كده تدخل في الدوكيومنتيشن بتاع السوكت اي او وتقرا فيها اكتر، لكن احنا بعد كده في الدروس الجايه هنعمل بروجكت وهنتعرف على السوكت اي او اكتر وهنوظفها في بروجكت فعلي. البروجكت ده هيبقى عباره عن شات ابلكيشن صغير كده، شوف ازاي اعمل شات برايفت شات وجروب شات، ان يبقى عندي اكتر من حد في جروب معين، وبرده ازاي اعمل حته الفريند ريكويست والكلام ده.
اشوفكم الدرس الجاي وهنبدأ نشتغل في البروجكت. اشوفكم الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.